بسم الله الرحمن الرحيم. ده ان شاء الله توتوريال رقم 3 هيكفر ليكتشر 4 اللي هي بتاعه ترافيك انجينيرنج ستادز. معاكم باشمهندس محمد عادل البطل، ودي ماده ترانسبورت سيستمز. اول حاجه بنتكلم عنها النهارده بنتكلم عن حاجه اسمها ترافيك انجينيرنج ستادز. ايه ترافيك انجينيرنج ستادز دي؟ دي دراسات بنعملها على الطريق. طب ليه بعمل الدراسات دي اصلا على الطريق؟ لان انا الطريق ده محتاج ان انا الطريق ده مبدئيا المفروض ان هو متصمم تمام، وانا محتاج ان انا تشيك التصميم بتاع الطريق ده، هل ده مظبوط ولا لا. طب دلوقتي طب ليه تشيك هو الطريق ده مظبوط ولا لا؟ لان الطريق ده لو مش متصمم مظبوط هيحصل مشاكل. ايه المشاكل؟ هتلاقي اول حاجه ان هاي واي ريليتد اكسيدنتس، هتلاقي ان في ريت بتاع الاكسيدنتس، هتلاقي ان في كذا ايه اكسيدنت او ريت بتاع الاكسيدنتس عالي. تاني حاجة باركينج ديفيكلت، ان صعب انك تركن، يعني تلاقي ركنات ايه بصعوبة. تالت حاجة تلاقي حاجة اسمها ايه delay in time ايه trip، الرحلة او المشوار اللي انا متوقع ان انا اخد فيه نص ساعة باخد فيه ايه باخد فيه ساعة وربع او ساعتين، لان في delay كبير في التايم ايه trip. فبالتالي قال لك خلاص، انا لو لقيت مشاكل زي كده في الطريق يبقى الطريق ده فيه مشكلة. طالما فيه مشكلة يبقى انا عايز اعمل ايه؟ هعمل داتا كولكشن. الداتا كولكشن دي احنا عندنا ثلاث انواع من الداتا، عندي حاجه اسمها انفنتوريز، عندي حاجه اسمها ادمنستريتيف ستاديز، عندي حاجه اسمها دايناميك ترافيك ستاديز. اول حاجه تعالى نتكلم عنها هي الانفنتوريز. ايه الانفنتوريز دي؟ الانفنتوريز دي ببساطه ان انا انزل على الطريق نفسه، وليكن مثلا الطريق او الجزء اللي انا هنزل عليه ده تقاطع مثلا، هنزل على التقاطع واشوف المشكله عباره عن ايه، وفي نفس الوقت انا بجمع مجموعه من البيانات. ايه بقى البيانات اللي انا بجمعها في التقاطع؟ يعني مثلا نزلت عند التقاطع، هجمع مجموعه من البيانات مثلا عرض الطريق، التقاطع ده كام طريق داخلين عليه وكم طريق خارجين منه، عدد اللينز، عرض الرصيف، التيرنينج ريديوس. بجمع في الانفنتوريز دي كل ما له علاقه بالطريق، ما بيتغيرش من الصبح لليل. بمعنى اي حاجه ثابته على الطريق ما بتتغيرش من الصبح لليل، دي في الانفنتوريز. تاني حاجة عندي حاجة اسمها administrative studies. ايه administrative studies دي؟ دي بيبقى موجود في دي البيانات اللي موجودة، دي بيانات بتبقى موجودة سواء في مصالح حكومية أو عند المكاتب الاستشارية اللي صممت الطريق ده نفسه. دي هجيب منها البيانات دي. طب البيانات دي زي ايه؟ زي مثلا هو يقول لي عدد الرخص، عدد العربيات في المنطقة دي قد ايه؟ حاجات زي كده. دي administrative studies. تالت حاجة عندي حاجة اسمها dynamic traffic studies. ايه dynamic traffic studies دي؟ ان انا ادي ده الطريق، هنزل على الطريق، هجمع داتا من الفيلد. ايه الداتا اللي انا هجمعها من الفيلد؟ هجمع مثلا داتا زي سرعات العربيات، هجمع داتا زي الترافيك فوليوم، حاجات زي كده. اللي يهمنا في الجزء ده هي الديناميك ترافيك ايه ستادز، هي دي اللي احنا هندرسها. قال لك الديناميك ترافيك ستادز دي احنا هندرس فيها كذا حاجه، ان انا يا اما هنزل اجمع سرعات على الطريق، يا اما هنزل اقيس فوليوم، يا اما هنزل اقيس ترافل تايم، يا اما هنزل اقيس الديلي. كل الحاجات دي اقدر انزل اقيسها في الدايناميك ترافيك ستادز. اول حاجه مهتمين بيها هنا هي ايه؟ هي السبيد. السبيد دي عندي كذا نوع منها. عندي اول حاجه حاجه اسمها سبوت سبيد. ايه سبوت سبيد دي؟ سبوت سبيد دي مثلا وليكن انت الطريق اهو تمام. السبوت سبيد دي السرعه عند منطقه معينه، يعني المنطقه دي مثلا في الطريق، السرعات سرعه العربيه سرعه العربيات اللي موجوده عند الايه المنطقة دي، منطقة معينة في طول الطريق كله. طب دي تفيدني في ايه؟ يعني يفيدني في ايه مثلا ان انا اقيس السرعات في جزء معين من الطريق؟ تفيدني ان انا مثلا لو في منطقة بيحصل فيها حوادث كتير، يعني منطقة بيحصل فيها حوادث كتير، هنزل اقيس لها ايه؟ السبوت سبيد. طب اذا احنا اتفقنا ان السبوت سبيد دي السرعة في مكان معين على الطريق. طب وهتفيدني في حتة ان انا لو في حوادث مثلا، وبتفيدني في حاجة تانية، حاجه اسمها ايفالويشن. ايه الايفالويشن؟ وليكن انت الطريق ده مثلا، وانت لقيت الجزء ده فيه حوادث كتير، فابتديت تقترح حلول عشان تقلل الحوادث. وليكن الحل بتاعك مثلا ان انت قلت خلاص انا هزود عدد اللينز، هضيف حاره زياده في المنطقه دي. ميزه السبوت سبيد ايه؟ ان انت هتنزل تقيس السبوت سبيد قبل الحل وبعد الحل. لو لقيت ان انت خلاص الحوادث، لو لقيت ان انت السرعات زادت بعد ما زودت اللين دي والدنيا بقت مظبوطه، خلاص يبقى اذا الحل ده ايه مظبوط. طب لو لقيت السرعات زي ما هي يبقى الحل ده كان ايه غلط. يعني اذا بقدر اعمل عن طريق السبوت سبيد دي، بعمل ليه؟ بعمل عن طريق اي ايفالويشن للطريق نفسه تمام. طب دي اول حاجه اتفقنا عليها ودي السبوت سبيد.
تاني حاجة الـ individual speed. ايه الـ individual speed؟ دي مثلا الطريق موجود عندي، دي سرعة عربية ايه، اي سرعة العربية الواحدة اللي موجودة، ودي بتساوي مسافة اللينز على ايه، على التايم. جميل. طب ماشي، طب دي الـ individual speed اللي هي ايه، سرعة كل عربية موجودة على الطريق. طب دي هجيبها ازاي؟ ان انا هاخد مثلا ديستنس معينة، اشوف العربية قطعت الديستنس دي في تايم قد ايه، فخلاص فاللينز على التايم هجيب السرعة ايه بتاعت العربية دي. طب هل انا دلوقتي ده طريق سريع، هل اقدر احكم على الطريق ده كله من خلال عربية واحدة؟ يعني اخد عربية واحدة اعرف سرعتها، يعني ما هم عربيات كتير ماشيين ورا بعض، هل ممكن من عربية واحدة احكم على الطريق كله؟ قال لك لا ما ينفعش. ليه؟ لان وارد ان العربية دي مثلا تكون فيها مشكلة، وارد ان العربية دي تكون عطلانة، وارد ان العربية دي تكون حالتها كويسة جدا، مثلا عربية بي ام دبليو، مرسيدس، كلام من ده. فانا اذا ما اقدرش احكم من عربية واحدة، فبالتالي قال لك يلا خلاص، يبقى عندك حاجة اسمها تايم مين سبيد، وعندك حاجة اسمها سبيس مين سبيد. ايه بقى التايم مين سبيد وايه السبيس مين سبيد؟ دول بالراحة كده تعال نتكلم عنهم. قال لك اول حاجة التايم مين سبيد، ده التايم مين سبيد ده ببساطة ان انت ادي عندك الطريق اهو مثلا، وليكن الطريق ده الطريق ده مثلا وليكن فيه 10 عربيات. حلو. قال لك التايم مين سبيد ده هتجيب الانديفيدوال سبيد بتاعت كل عربية، الفي اي بتاعت كل عربية فيهم، تمام، وتاخد سبميشن الفي اي على الان، يعني تجيب افريج لسرعات العربيات. يعني مثلا الطريق ده وليكن فيه 100 عربية، وانا معايا سرعة كل عربية، خلاص فهجمع السرعات دي على عددهم، كأني بعمل ايه، بعمل افريج للسرعات اللي موجودة بتاعت العربيات اللي على الطريق. عندي حاجة تانية اسمها سبيس مين سبيد. ايه بقى السبيس مين سبيد دي؟ قال لك السبيس مين سبيد دي هي ببساطة ان انت ادي ده الطريق، هدرس سيجمنت معينة من الطريق. يعني انا مثلا هاخد قطاع كده وليكن من اكس لحد واي، دي سيجمنت على الطريق، هدرس السيجمنت دي. هتدرس السيجمنت دي بمعنى ايه؟ السيجمنت دي وليكن طولها 2 كيلومتر. قال لك السبيس مين سبيد ده بيساوي اللينس على افريج التايم. اللينس انا عارف ان انا اللينس بتاعي ايه، ب 2 كيلومتر. طب ايه افريج التايم ده؟ باجي بالقطاع ده، اول عربيه دخلت القطاع لحد ما خرجت منه، يعني مشيت ال 2 كيلو دول خدت 5 سكند. تاني عربيه مثلا مشيت ال 2 كيلو دول في 6 سكند. تالت عربيه مشيت ال 2 كيلو دول في 3 سكند. وهكذا. هاخد الافرج بتاع التايم، هاخد الافرج بتاع التايم ازاي؟ ان انا اقول 5 زائد 6 زائد 3 مثلا على عددهم اللي هم مثلا وليكن 3 عربيات كده. انا بالتالي جبت ايه؟ السبيس مين سبيد. بعد كده بنتكلم عن حاجه اسمها مودال سبيد. ايه المودال سبيد دي؟ قال لك دي اكتر سرعه بتتكرر على الطريق. يعني وليكن مثلا انت تخيل نفسك ماشي، ده الطريق الدائري، ايه اكتر سرعه بتتكرر على الطريق الدائري؟ يعني ايه اكتر سرعه بتتكرر؟ اكتر سرعه الناس ماشيه عليها. يعني انت لو نزلت الطريق الدائري غالبا هتلاقي سرعة 90 مثلا كيلومتر بالاور، اغلب الناس ماشيين بسرعة ايه 90 او قريبة من 90. فدي the most ايه frequently observed speed، اكتر سرعة الناس بتمشي عليها، يعني اكتر عدد من العربيات ماشي بسرعة ايه 90. بشوف اكتر عدد، انا عندي مثلا 100 عربية وليكن منهم 60 ماشيين بسرعة ايه 90، يبقى اذا دي اكتر سرعة ايه بتتعاد، اكتر سرعة العربيات ماشية بيها. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك طب دي كسبيد لوحدها. بعد كده لجأنا لحاجه تانية، ان هو قال لك ايه؟ قال لك خلاص عندك حاجه تانية اسمها البيس. ايه البيس ده؟ قال لك ده رينج السرعات اللي عنده اكتر عدد من العربيات. يعني ايه رينج السرعات اللي عنده اكتر من عدد من العربيات؟ مبدئيا الكيرف ده ما بين حاجتين، حاجه ثانيه اسمها الفريكونسي. يعني ايه الفريكونسي؟ عدد العربيات. طب والسبيد اللي هي السرعه. جميل جدا، عدد العربيات والسرعه. يعني اذا النقطه دي بتعبر لي عن ايه؟ اكتر عدد عربيات. طب هنا اكتر عدد عربيات ماشي بسرعه قد ايه؟ ننزل نجيبها. الرقم اللي انت هتجيبه هنا ده اللي هو بيمثل المودال سبيد، وليكن اكتر عدد من العربيات ماشي بسرعه 60، يبقى اذا المودال سبيد ب 60. طب ايه بقى البيز ده؟ قال لك البيز ده رينج، رينج اللي موجود فيه اكتر عدد من العربيات. يعني ايه رينج؟ يعني انت بدل ما انت جبت ال 60 دي كفاليو كونستنت او فاليو واحده، لا عايزينها كرينج. الرينج ده بيكون 10 مايل بير اور او 10 كيلومتر بير اور، بمعنى ان البيس او ان الرينج اللي فيه اكتر عدد من العربيات هو رينج من مثلا دي السرعه هنا 60، هيبقى من ايه، من 55 لكام؟ ل 65.
طب ليه من 65 من 55 ل 65؟ هو بيقول لك الرينج ده بيكون 10 كيلومتر ايه بير اور، او 10 ايه مايل بير اور، يعني لو السرعه دي بالمايل بير اور او بالكيلومتر بير اور هو ايه 10 برضه ستيل 10. ده الرينج اللي موجود فيه اكتر greatest number of observation او اكتر عدد من العربيات ايه بتعد. بعد كده عندك حاجه اسمها الفلو. ايه الفلو ده؟ الفلو ده ببساطه عدد الفيكلز اللي بيعدي في الساعه. يعني انا ادي ده الطريق وادي انا واقف هنا برصد مثلا، وليكن انا هقف هنا مثلا إيه، انت في رصدك مثلا وانت واقف عدد الفيكلز اللي بيعدي في الساعه ده الفلو. يعني كيو دي مثلا لقيت ان انت مثلا عدى 50 عربيه في الساعه، خلاص يبقى دي كيو اللي موجود عندك. طب هل ان انا برصد بالساعه؟ لا، قال لك احنا احيانا بنرصد ايه، بنرصد كل ربع ساعه. وليكن ان انا في اول ربع ساعه لقيت ان عدى 100 فيكل، تاني ربع ساعه عدى 200 فيكل، تالت ربع ساعه عدى 150 فيكل، رابع ربع ساعه عدى 300 فيكل. قال لك الكيو اللي انت بتصمم عليها دي انا بصمم على الكيو كريتيكال. ايه الكيو كريتيكال؟ الكيو اللي هي اقصى كيو او اقصى ربع ساعه. يعني ايه اقصى ربع ساعه؟ يعني انا مثلا هنا لو انا عايز احسب التوتال فلو هعمل ايه؟ هقول 100 زائد 200 زائد 150 زائد 300 اداني 750، ده كل العربيات اللي عدت في الساعه. طب لو عايز احسب الكيو، قال لك لا الكيو بقى هنا انت تعالى خد اكبر ربع ساعه، اكبر ربع ساعه هنا ايه؟ اللي عدى فيها 300 فيكل، واضربها في 4، فاقول 300 تايمز ايه 4 هيديني 1200 ايه 1200 فيكل بير اور. دوت ايه دوت الفلو بالنسبه لي. بعد كده عندنا حاجه اسمها الدنستي. ايه الدنستي دي؟ الدنستي دي ادي ده، تخيل ده الطريق اللي موجود عندك. بص الدنستي دي تخيلها ببساطه كده، ان انت الطريق موجود اهو، وان انت طالع فوق بكاميرا وبتصور الطريق، خدت سكرين شوت للطريق. السكرين شوت اللي انت خدتها للطريق دي عرضها 1 كيلو. بكل بساطة انا محتاج اعد عدد العربيات اللي موجود في الواحد كيلو ده. يعني ادي ده الواحد كيلو ده الرينج، وعدد العربيات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، يعني اذا في 13 عربية موجودة في الكيلو. خلاص يعني number of vehicles اللي موجودة ايه في الكيلو دي الدنستي. قال لك بعد كده كيو ده اللي هو الفلو، ده بيساوي السبيس من سبيد اللي هي السرعه في الكي اللي هي ايه الدنسيتي. ده قانون ايه ثابت. بعد كده عندي حاجه اسمها السبيس هيد واي، وعندي حاجه اسمها التايم هيد واي. ايه السبيس هيد واي ده؟ دي الديستنس من وش عربيتك لوش العربيه اللي قدامك. يعني انت هو ماشي على الطريق من وش العربيه بتاعتك لوش العربيه اللي قدامك، دي السبيسنج دي بنسميها السبيس هيد واي. وليكن المسافه دي مثلا 6 5 6 متر مثلا، خلاص يبقى السبيس هيد واي ب 5 او 6 متر. عندي حاجه اسمها التايم هيد واي. ايه التايم هيد واي ده؟ التايم هيد واي ده ببساطه ان انت ده الطريق اللي موجود عندك، انت هتيجي عند قطاع معين وتقف. اول ما وش العربيه اول ما وش اول عربيه يجي هتشغل الستوب ووتش لحد ما تاني عربيه وشها يجي عندك. الفرق ما بين التايم اللي خدته من اول من وش العربيه الاولى لوش العربيه الثانيه، فرق التايم ده دوت ايه ده بنسميه التايم هيد واي. بمعنى ان انا اول عربيه خلاص عند تايم 0 عند التيب 0 بدات اعمل ريكوردنج، العربيه دي عقبال ما جات لي عند السكشن هنا خدت قد ايه 3 سكند. يبقى اذا انا التايم هيد واي هو بيساوي ايه ده ماينس ده اللي هو 3 سكند. جت الفكره؟ بعد كده هنتكلم عن problem 1. هنا بيقول لك ايه observers stationed، الناس اللي هم اللي هينزلوا ياخدوا داتا من الطريق stationed at two sections، يعني وقفوا عند اتنين section. مثلا وليكن ان ده هو section xx وده section yy. حلو، بيقول لك 500 feet apart، المسافة بين السكشنين دول 500 feet. حلو، record the arrival time of four vehicles. عندي four vehicle، vehicle A vehicle B vehicle C vehicle D. هو بي record the arrival time، يعني هي وصلت عند section XX عند time T، ولما وصلت عند section YY وصلت عند T plus كذا، وبعدها وصلت عند vehicle B وصلت عند section XX عند time كذا و section YY عند time كذا وهكذا vehicle C وهكذا vehicle D. بيقول لك if the total time of observation at xx was 15 second، ال total time of observation عند section xx فضل واقف لمدة 15 second. determine أول حاجة عايز ال time من space وال space من speed، وعايز ال flow at section xx. بالراحة كده، أول حاجة أنا هنا
عارف ان التايم مين سبيد او السبيس مين سبيد، بحتاج اجيب الانديفيدوال سبيد بتاع كل عربيه الاول براحه كده. هو بيقول لك ان عربيه مثلا، تعال ناخد فيكل اي، فيكل اي كانت عند سيكشن اكس اكس عند تايم تي، وصلت سيكشن واي واي عند تايم تي بلس 7.58، ده معناه انها خدت 7.58 سكند عشان توصل من اكس لواي. جميل، يعني الفيلوسيتي بتاعت اول فيكل اللي هي إيه، هتساوي الديستانس المسافه على التايم. الديستانس كام؟ 500 فيت. طب والتايم؟ التايم اللي هي خدته كام؟ 7.58. نقدر نجيب ايه؟ الفيلوسيتي بتاعت فيكل ايه. نفس الكلام فيكل بي، التايم اللي خده من سيكشن اكس اكس لسيكشن واي واي هو تي بلس 9.18 ماينس تي بلس ايه 3 سكند. لو طرحت الاثنين من بعض هيديني ايه؟ هيديني التايم اللي هو ايه اللي واخده. تعال نبص الكلام ده هنعمله ازاي. اول حاجه نمسك فيكل اي، الفيلوسيتي بتساوي الديستانس على تايم، الديستانس ب 500 فيت على التايم اللي هو 7.58، اداني ايه 65.96 فيت ايه بير سكند. بعد كده تاني فيكل، فيكل بي الديستنس ثابتة والتايم هتقول 9.8، خدت هنا 9.18 تي بلس 9.18 ماينس تي بلس ايه 3 سكند. طرحت الاتنين من بعض اداني ايه الفيلوسيتي. تالت فيكل اللي هي سي وبعد نفس الكلام، ورابع فيكل اللي هي دي نفس الكلام. كده انا جبت كل فيلوسيتي منهم. هو عايز ايه اول حاجة في السؤال؟ قال لك انا عايز ايه؟ عايز التايم مين سبيد. قلنا ان التايم مين سبيد هو ايه الافريج بتاع السرعات، فوق التايم مين سبيد هو سبميشن الفلوستز على ان على عددهم، سبميشن الفلوستز اللي هو ده زائد ده زائد ده زائد ده جمعتهم على عددهم اللي هو باربعه، اداني ايه؟ اداني 69.2 فيت بير سكند اللي هي 47.1 مايل بير اور. بعد كده السبيس مين سبيد، اللي قلنا السبيس مين سبيد ده ان انت واخد كانك واخد قطاع، انا واخد قطاع المسافه بينه 500 فيت، فهتقول ايه اللينس اللي هو 500 فيت على الايه افريج التايم. طب التايم ده هتجيبه منين؟ التايم ده انت اوريدي هو معاك اللي هو الاولانيه 7.58 والثانيه تاني تايم اللي هو 9.18 ماينس الثلاثه، وتالت تايم اللي هو ايه 12.36 ماينس 6 اداك 6.36، واخر واحد اللي هو ايه 21.74 ماينس 12 اداك ايه 9.74. وانا عندي كام عربيه؟ عندي اربع عربيات، فعملت افريج تايم الكلام ده جبت السبيس ايه مين سبيد بالفيت بير سكند، وهنا ايه حولتها خليتها ايه مايل بير اور. اخر حاجه الفلو. ايه الفلو؟ هو بيقول لك عايز الفلو عن سيكشن اكس اكس. هو اصلا في السؤال كان بيقول لك ان سيكشن اكس اكس ده هو فضل يعمل عنده ريكوردنج لمده 15 ايه سكند. يعني ايه الفلو عند سيكشن اكس اكس؟ ده عدد العربيات اللي عدت في تايم، عدد العربيات اللي موجوده اصلا اربع عربيات عدت في 15 ثانيه، فقلت 4 على 15 وحولت دي بالاور فقسمتها على 60 في 60 ادتني 960 ايه فيكل بير اور. كده انا جبت ايه الفلو. دي اول فكره. تعال ناخد ايه فكره ثانيه. بيقول لك هنا ايه، بيقول لك تو سيتس اوف ستودنتس ار كولكتنج ترافيك داتا ات تو سيكشنز. في اتنين ستودنتس بيكولكتوا الداتا عند اتنين سيكشن، وليكن سيكشن اكس اكس ودي سيكشن واي واي، والمسافة ما بينهم 1500 ايه فيت. الديستانس دي بايه؟ ب 1500 فيت. Observation at XX show that 5 vehicles passed that section at intervals 3 و 4 و 3 و 5 second. ركز بقى معايا. مبدئيا عدد ال vehicles هم 5، 5 vehicles عدوا عند section XX عند ال intervals دي. خد بالك يعني ايه interval؟ يعني أول عربية هنا وصلت عند سيكشن اكس اكس، حلو، بمجرد ما اول عربيه دي عدت اكس اكس هو ابتدى يعمل ايه ريكوردنج. فمن وش اول عربيه لوش تاني عربيه، يعني لوش تاني عربيه خدت ايه، لوش تاني عربيه انها توصل لسيكشن اكس اكس خدت كام؟ 3 سكند. طب من وش، وليكن ان دي بقى عربيه رقم 2، من وش العربيه رقم 2 لوش العربيه رقم 3 خدت ايه 4 سكند. طب بعد كده من وش العربية رقم 3 لوش العربية رقم 4 خدت كام؟ 3 سكند. بعد كده من وش العربية رقم 4 لوش العربية رقم 5 خدت ايه؟ 5 سكند. يعني اذا الانترفال دي هي اول عربية دي عدت انا ما عملت لها كاني ما عملت لهاش ريكوردنج، تاني عربية وصلت بعديها بثلاث ثواني، حلو. طب بعد كده تالت عربية وصلت بعد التانية باربع ثواني، طب رابع عربية وصلت بعد التالتة بثلاث ثواني، خامس عربية وصلت بعد الرابعة بإيه؟ بخمس ثواني.
بيقول لك if the speeds of the vehicles were، هو مديك الايه، هم خمس عربيات مديك الخمسه سبيدز بتاعتهم respective. draw a schematic، عايز شكل توضيحي كده، showing the location of the vehicles، عايز اعرف اماكن ال vehicles اللي هم الخمسه اللي موجودين دول. of the vehicle 20 second after the first vehicle passed section XX، يعني بعد ما اول vehicle اللي هي اللي هنا دي عدت، بعد ما اول vehicle دي بعديها ب 20 ثانيه، هات لي كل عربيه من دول مكانها فين بالراحه كده. تعالى ندخل للسؤال. اول حاجه بالنسبه لل، انا اصلا انا عايز اجيب ايه، انا معايا سيكشن مثلا وليكن ده اكس اكس ودوت ايه واي واي، حلو، ومعايا السرعه، عايز اعرف بعد 20 سكند اول عربيه دي بقت فين، اللي هو ايه وليكن فيكل ايه. جميل بالراحه كده، انا عايز اعرف هي مكانها اللوكيشن. الفيلوسيتي اصلا بتساوي ايه، لينس على ايه، على التايم. اللينس ده اللي انا عايز اعرفه، المسافه اللي هي مشيتها. طب الفيلوسيتي معايا صح، اللينس ده الريكوارد اللي انا عايز اعرف، الفيلوسيتي معايا. طب والتايم معايا، التايم معايا ب 20 سكند، اذا اقدر ايه احدد اللينس فين. بس خد بالك من النقطه هنا، ان هو هنا الارقام اللي مديها لك بالايه، بالمايل، بالمايل بالاور، وانا بجيب الديستنس بالفيت، لان المسافه دي اصلا بالفيت. فهنقول ايه، هنقول خلاص يبقى الاكس ديستنس اكس هتساوي 1.47 السبيد في التايم، ان هنا اللينس بيساوي السبيد في التايم صح، ضربته في 1.47 عشان احول من مايل بالاور لفيت. طب خلاص امسك اول فيكل اللي هي فيكل اول واحده 1.47 السبيد اللي هي ب 50 في التايم اللي هو ب 20 سكند، كده انت عرفت ان هي مشيت مسافه 1470 اي فيت من سيكشن اكس اكس. طب جميل جدا، طب ده اول فيكل. طب تاني فيكل، تاني فيكل 1.47 في السبيد بتاعتها. طب التايم بقى، التايم ده اخده على اساس ايه؟ خد بالك بقى، انا عايز اعرف العربيات دي كانوا فين بعد 20 ثانيه من اول عربيه، يعني اذا ايه هطرح 20 من ايه، تاني عربيه وصلت سيكشن اكس اكس بعد اول عربيه بثلاث ثواني، فاقول 20 ماينس ايه 3 ثواني، فعرفت ايه الاكس بي، عرفت عربيه اللي هي تاني عربيه فيكل بي عرفت مكانها فين. طب تالت عربيه، خد بالك تالت عربيه وصلت لسيكشن اكس اكس اصلا بعد ايه، بعد 4 ثواني من تاني عربيه. طب وتاني عربيه وصلت بعد 3 ثواني من اول عربيه، فاقول 20 ماينس 3 ماينس 4 اداني ايه، اداني التايم اللي هي اللي خدته من سيكشن اكس اكس اللي هي ايه مشيته. فدي كده بالتالي هعرف اجيب ايه. وبالنسبه للسبيد هي كده كده جيفن معاك في السؤال، فاقول 1.47 في السبيد في التايم جبت مكان ايه فيكل سي، ونفس الكلام لفيكل دي، نفس الكلام لفيكل اي. هو عايز اصلا ايه في الرسم، عايز سكيماتيك بيوضح اماكن العربيات دي. ايه سكيماتيك بيوضح اماكن العربيات دي؟ بكل بساطه انت المفروض هترسم له شكل توضيحي بيوضح اماكن العربيات، يعني مثلا وليكن هترسم كده وتقول لي ان ده سيكشن اكس اكس ودوت مثلا سيكشن واي واي، تمام، وان هتيجي بقى هنا مثلا دي فيكل اي، فيكل اي على بعد 1470. نفس الكلام بقى بعد كده مثلا في دي فيكل بي، فيكل بي على بعد 1125. بعد كده فيكل سي على بعد من هنا لهنا كذا، وبنفس ايه نفس السيكونس كان ده. رسمت سكيماتيك بيوضح اللوكيشن بتاع العربيات دي بعد 20 ثانيه من ايه، من اول عربيه. طب وافرض ان هو مثلا في السؤال ده قال لك ايه، قال لك وضح لي ديستانس ترافل بعد 20 ثانيه من مثلا سيكشن اكس اكس، كنت هتخلي التايم واحد، لكن هو قال لك بعد 20 ثانيه من كروسنج بتاع اول عربيه، فعشان كده عملت الحركه دي. بعد كده تاني حاجه هو عايزها هنا في السؤال ايه، بيقول لك عايز التايم مين سبيد، والسبيس مين سبيد، والفلو بتاعه الهاي واي والدينستي. براحه، اول حاجه ايه تعالى نجيبها، التايم مين سبيد. التايم مين سبيد قلنا بناخد افريج السرعات على عددهم، جبت التايم مين سبيد ما فيهاش مشكله. طب ايه تاني حاجه محتاج اجيبها، محتاج اجيبها السبيس مين سبيد. السبيس مين سبيد دي اصلا بتساوي ايه، قلنا اللينس على افريج التايم. جميل، لينس على ايه، على افريج التايم. انا هنا اللينس اللينس اصلا اللي هو ايه، اللينس من سيكشن اكس اكس لسيكشن واي واي دوت، هو كان مديهولك ب 1500 فيت صح. طب التايم معايا بتاع كل عربية خدت قد إيه؟ أنا معايا الفيلوستي بتاع كل عربية صح؟ ممكن من الفيلوستي بتاع كل عربية وإن أنا معايا الديستانس
هقول ان ال V بتساوي L over T، اجيب التايم بتاع كل فيكل، وبعد ما اجيب التايم بتاع كل فيكل اقول ايه اللينس على سبميشن، ايه التايم على الان، زي ما بعملها عادي. دي اوبشن عايز تعمله اعمله زي ما عملنا في السؤال اللي فات. لكن في اوبشن تاني ان انت اللينس على ايه سبميشن التايم على الان، خدت الان دي طلعتها فوق، بقى الان في اللينس على سبميشن التايم. بعد كده بقى الان في اللينس هو اصلا ايه، مش الفيلوسيتي بتساوي ال اوفر تي، يعني التي دي بتساوي ايه ال اوفر في، فقلت خلاص شلت التي وحطيت سبميشن ال اوفر في. بعد كده طرق شلت اللينس مع اللينس، اتبقى لي ان على سبميشن 1 اوفر في، فخلاص قلت لان عددهم بخمسه على سبميشن 1 اوفر في، اداني ايه اداني السبيس مين سبيد. براحتك عايز تعمل كل عربيه تجيب لها التايم بتاعها ماشي، عايز تستخدم الطريقه دي ان انت عن طريق ان انت الان على سبميشن 1 اوفر في ماشي، عايز تحفظ دي قانون على طول وتعوض بيه ماشي، اللي انت عايزه اعمله. بعد كده هو عايز الفلو، الفلو هي عدد الفيكلز اللي عدت عند سيكشن معين. سيكشن اكس اكس ده هو قال لك ايه، قال لك احنا اصلا عدد الفيكلز الموجوده كلها خمسه فيكلز، طب التايم اللي هم عدوا فيه ده اعرفه منين؟ تعالى بقى نرجع نشوف هنعرفه منين. قال لك اول فيكل عدت بعد 3 ثواني، 5 ثواني، و3 ثواني، و5، 3 زائد 4 7، 7 و3 10، و5 يبقى 15. خلاص يبقى اذا كل التايم اللي انا عملت له ريكوردنج 15 ثانيه، فقلت 5 عدد الفيكلز على 15 ثانيه، وهنا قسمتها على 60 في 60 بحيث انها تجي لي فيكل بير اور. كده انت جبت ايه؟ الفلو. اخر حاجه الدينستي، الدينستي احنا كنا قلنا عندك اصلا قانون بيقول لك ان الكيو بتساوي اليو اس في الكي، قلنا اليو اس دي السبيس مين سبيد، والكي ده الدينستي، ودي ايه الفلو. فقلت خلاص يبقى الدينستي بتساوي كيو على السبيس مين سبيد، الكيو معايا ب 1200 على السبيس مين سبيد اللي هي بايه 38.7، من الكلام ده اجيب الدينستي عدد الفيكلز لمسافه معينه، اداني كذا فيكل بالايه بير ايه بير مايل. تعالى ندخل على تالت بروبلم، بيقول لك the following table shows the output data of a spot speed study for a highway section. Draw the frequency distribution curve and determine، عايز يعرف البيس، الميديان، الافريج سبيد، المودال سبيد، ال 85 برسنتايل سبيد، البرسنتج اوف فيكلز ان بيس. براحتك كده هو مديك هنا، خلي بالك مديك هنا جروبز، بيقول لك ان في الجروب اللي ماشي من سرعه 42.5 ل 47.4 عدد الفيكلز كان بزيرو، والجروب اللي ماشي من سرعه كذا لكذا عدد الفيكلز كان 15، ومن كذا لكذا عدد الفيكلز كان 45. خد بالك ان دي كوميوليتيف، كوميوليتيف يعني يعني لو انا عايز اعرف عدد الفيكلز ماشي من السرعه دي للسرعه دي هو بصفر، طب من السرعه دي للسرعه دي هو ب 15، طب من السرعه دي للسرعه دي 45 ناقص 15 ب 30، طب من السرعه دي للسرعه دي 105 ناقص 45 اللي هو يديك كام؟ هيديك 60، وهكذا. دي عدد الفيكلز هنا واخدها كوميوليتيف نمبر اوف فيكلز، هو مجمعهم واخدهم ككوميوليتيف، ده لو عايز اجيبهم كل واحده كفريكونسي عليه. تمام، بالراحه كده. انت كل اللي انت تيجي تعمله ببساطه تعمل جدول زي ده. اول حاجه تجيب الافريج سبيد، الافريج سبيد دي اجيبها ازاي؟ انا هنا دي 42.5 لحد 47.4، ده زائد ده على الاثنين، بعد كده ده زائد ده على الاثنين، ده زائد ده على الاثنين، هعملها في ايه؟ هعملها في كل سرعه من دول، يعني 52.5 زائد 57.4 على الاثنين، كده اجيب الافريج سبيد بتاع كل واحده. جبت الافريج سبيد بتاعت ايه؟ بتاعت الستة اللي موجودين عندي. جميل، ستة انترفلز موجودين عندي. بعد كده تعالى نجيب الفريكونسي، عدد العربيات. أول واحدة كانت زيرو، تانية 15، التالتة 30. طب ليه 30؟ أنا هنا بجيب الفريكونسي يعني عدد العربيات، مش الكوميوليتيف فيكلز أو مش الكوميوليتيف فريكونسي. فأنا زي ما أنا عملت هنا، مش أنا قلت لك هنا قلنا 15 ناقص زيرو ب 15، 45 ناقص 15 ب 30، 105 ناقص 45 ب 60، فده اللي انا عملته، 105 ناقص 45 ب 60، وهكذا. كده جبت الفريكونسي. بعد كده جمعتهم وعملت حاجه اسمها برسنتج فريكونسي، برسنتج فريكونسي اللي هو 0 على 150 في 100 اداني 0، 15 على 150 في 100 اداني 10، بعد كده 30 على 150 في 100 اداني كذا، جبت البرسنتج بتاع كل فريكونسي. بعد كده عملت حاجه اسمها كوميوليتيف فريكونسي، الاولانيه ب 0، تانية صفر وعشرة ادتني 10، بعد كده صفر وعشرة وعشرين ادتني 30، بعد كده صفر وعشرة وعشرين واربعين ادتني 70، عملت كوميوليتيف فريكونسي، لازم تقفل معاك ب 100 لان دي كبرسنتج. طب بعد ما عملت الكلام ده اصلا هو عايزك ترسم ايه؟ عايزك اول حاجة ترسم الفريكونسي ديستريبيوشن كيرف. تعالى نشوف هنرسمه ازاي.
الفريكوانسي ديستريبيوشن كيرف ده علاقة ما بين السبيد والايه والفريكوانسي اللي هو عدد العربيات. بالراحة كده، عند سرعة 45 كان عدد العربيات 0، عند سرعة 50 كان عدد العربيات 15، عند سرعة 45 عدد العربيات 0، عند سرعة 50 كان عدد العربيات 15، وهكذا وتكمل. في مشكلة؟ ترسمهم كنقط وتوصل ما بينهم. عايز ترسمهم كهيستوجرام مفيش مشكلة، عايز ترسمهم كلاين كده مفيش مشكلة، ك كيرف كده مفيش مشكلة، أو هيستوجرام الاتنين نفس الحاجة. طب ماشي، من الكلام ده رسمت الفريكونسي ديستريبيوشن هيستوجرام. بعد كده عايز ارسم حاجة اسمها كوميوليتيف فريكونسي ديستريبيوشن كيرف. ايه كوميوليتيف فريكونسي؟ مش انا معايا هنا البرسنتج بتاع الكوميوليتيف فريكونسي ومعايا ايه السبيد؟ عند سبيد 45 كانت بصفر، عند سبيد 50 كانت ب10%، عند سبيد 45 بصفر، عند سبيد 50 كانت 10%، عند سبيد 55 كانت الكوميوليتيف فريكونسي ب30، عند سبيد 55 كوميوليتيف فريكونسي ب30، وهكذا لحد ما رسمت الكيرف اللي موجود قدامك ده. طب تعالى بقى نطلع شويه الحاجات اللي هو طالبها. اول حاجه طالبها عايز حاجه اسمها البيس. ايه البيس ده؟ لو قلنا ده اكتر السرعات، اكتر سرعه بتتكرر اللي هي اللي عندها اقصى فريكوانسي. انت لو جيت هنا اكتر فريكوانسي تقريبا عن يعني اكتر فريكوانسي، دخلت باكتر فريكوانسي ونزلت تقريبا هي عند ايه؟ عند سرعه 60 صح؟ انا هنا تقريبا واخدها عند سرعه 9، يعني تقريبا انا هنا واخدها عند سرعه 61 ايا كان، وليكن هي عند سرعة 61 دي أقصى فريكونسي. البيز ده احنا قلنا 10 مايل بير أور أو 10 كيلومتر بير أور منها، يعني لو أكتر سرعات عند سرعة 61 قلل منها 5 هتديك 56، وزود عليها 5 هتديك 66، فقلت خلاص يبقى البيز ده من 56 ل 66. طب بعد كده عايز الميديان. ايه الميديان؟ الميديان ده متوسط السرعات. هتيجي هنا تدخل ب50% في الكيرف بتاع الكوميوليتيف فريكونسي ديستريبيوشن، دخلت بال50% تخبط في الكيرف وتجيب رقم. الرقم ده تقريبا ايه؟ 57.5. هنا 55، هنا 60، هنا 57 ايه ونص. طب بعد كده عايز ايه؟ عايز الافريج سبيد. الافريج سبيد هاخدت السرعات وقسمتهم على عددهم، السرعة الأولانية والتانية والتالتة والرابعة والخامسة، أخدت السرعات وقسمتهم على عددهم. وخد بالك أنت بتاخد السرعات ما تكررهمش، يعني خدت سرعة 45 أدي 1 2 3 4 5 6 وأدي 7 تمام، لأن هي تعتبر بتتعاد تاني مرتين، يعني دي زي دي بعتبر 47.4 هي 47.5، فده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده مثلا تمام. من الكلام ده هتجيب ايه؟ هتجيب الافريج بتاع السبيد. بعد كده المودل. ايه المودل؟ اللي هي اكتر سرعه بتتكرر، هتدخل ايه اكتر سرعه بتتكرر؟ دي ممكن تجيبها من الجدول، لان انت اكتر فريكوانسي عند تقريبا سرعه 60، فقلت خلاص يبقى 60 ايه مايل بير اور، او ممكن تجيبها من التيبل اصلا اللي انت رسمه. اكتر فريكوانسي هنا 60 صح، ده عند سرعه كام؟ عند سرعه برضو 60، فخلاص يبقى سرعه 60 هي اللي عندها اكبر فريكوانسي. اخر بعد كده عايز حاجه اسمها 85 برسنتايل سبيد. 85 عايز يعرف 85% من العربيات بيمشوا بسرعه قد ايه. فهتيجي هنا عند هنا 80، هنا 85%، دخلت خبطت في الكيرف ونزلت جبت ايه الرقم. الرقم ده طلع 62.5. ده بيعبر عن ايه؟ ان 85% من العربيات بيمشوا بسرعه 62.5 ايه مايل بير. بعد كده عايز حاجه اسمها percentage of vehicle in base. يعني percentage of vehicle in base؟ يعني من سرعه 56 لسرعه 66 قد ايه العربيات اللي ماشيه بيها. فبكل بساطه دخلت هنا بسرعه 56 خبطت في الكيرف، دخلت بسرعه 56 خبطت في الكيرف، هجيب ايه percentage، وهدخل هنا لحد 66، هدخل هنا بسرعه 66 تمام خبطت في الكيرف، هجيب ايه؟ هجيب رقم. هطرح الرقم ده من ده ويديني البرسنتج بتاعت فيكل ام بيس. هنا الرقم طلع 95 وهنا طلع كام؟ 36. طرحت الاثنين من بعض اداني 59، دي برسنتج اوف فيكل ام بيس. بعد كده اخر مساله هي نفس الفكره اللي فاتت بس بطريقه مختلفه. ايه هي؟ هنا بيقول لك يوزنج ذا سبوت سبيد داتا بيلو درو ذا هيستوجرام فريكوانسي ديستريبيوشن اند كوميوليتيف برسنتج ديستريبيوشن، ومتطلع نفس الحاجات اللي احنا طلعناها المره اللي فاتت، بس كل الفرق هنا ان هو مديك ايه؟
هو هنا مش مديكي، مش بيقول لك سرعة مثلا كذا متعادة كذا مرة، لا هو مديك دي السرعات بتاعت كل العربيات اللي موجودة، فانت كل اللي هتيجي بتعمله ببساطة، وليكن مثلا سرعة 28 دي متكررة كم مرة؟ مرة واحدة، يبقى اذا سرعة 28 الفريكوانسي بتاعتها واحد. بعد كده سرعة 30، ادي واحد اتنين تلاتة متعادة 3 مرات، يبقى سرعة 30 الفريكوانسي بتاعتها 3. بعد 30 ايه اللي اكبر منها؟ 31. 31 دي متعادة كم مرة؟ هي مرة واحدة في غيرها، خلاص يبقى 31 الفريكونسي بتاعتها 1، وهكذا. هتعمل الكلام ده لحد ما ترسم حاجة اسمها هيستوجرام فريكونسي ديستريبيوشن، حاجة بالمنظر ده. سرعة 28 متكررة مرة واحدة، سرعة 29 أصلا مش موجودة، انت لو جيت هنا مفيش حاجة اسمها سرعة 29. سرعة 30 متكررة 3 مرات، ودي زي ما احنا شفناها سرعة 30 متكررة 3 مرات في الأرقام دي. من الأرقام دي هترسم الهيستوجرام فريكونسي ديستريبيوشن، حاجة بالمنظر ده. فيها مشكلة؟ طب بعد ما رسمته، جميل جدا، بعد ما انت رسمته انت اصلا المفروض هنا انت معاك دي السبيد وهنا ايه الفريكونسي، صح؟ جميل. هتيجي برضو هنا نفس الطريقة هتعمل لي كوميوليتيف فريكونسي، حلو. بس خد بالك انا هنا، انت هنا هتعمل لي الكوميوليتيف ايه فريكوانسي برضو از ايه از ا برسنتج، زي يعتبر زي المساله اللي فاتت. يعني بص زي المساله اللي فاتت ازاي، يعني هنا انت معاك السبيد بعد كده الفريكوانسي، هتجيب البرسنتج فريكوانسي بعد كده الكوميوليتيف فريكوانسي برسنتج. نفس الخطوات اللي انت عملتها هنا هي اللي هتعملها هناك، بس كل الفرق ان انا هنا مديك الداتا مفنطها ان من السرعه كذا عدد الفيكلز كذا، لكن هناك انت اللي هتدوه، بس مش مفيش فرق غير كده. خلاص هترسم علاقة ما بين الـ cumulative percentage distribution والـ إيه الـ cumulative percentage والـ speed. أظن إيه لو عيدنا نفس الخطوات التانية تبقى سهلة. طب بعد ما عملت الكلام ده وعايز كذا حاجة، عايز أول حاجة الـ average speed. إيه الـ average speed ده؟ هتجمع السرعات اللي موجودة عندك على عددهم. يعني إيه هجمع السرعات على عددهم؟ 40 زائد 45 زائد 38 زائد 37، جمعهم على عددهم. عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 في 2 ب 26 و4 يبقى 30، يبقى على عددهم اللي هو ب 30. فقلت خلاص مجموعهم على عددهم ب 30 اداني الافريج سبيد. بعد كده ال 85 برسنتايل سبيد دي هتدخل في الديستريبيوشن الكوميوليتيف ديستريبيوشن كيرف، تدخل ب 58% تجيب رقم. الرقم ده هنا طلع 38.4. عايز 15% برسنتايل سبيد، ادخل ب 15%، اخبط في الكيرف هات رقم طلع لي هنا ب 30.8. بعد كده عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف المود. احنا قلنا المود ده ايه؟ اكتر السرعة اللي عندها اكبر فريكوانسي. هتيجي هنا في الكيرف ده سرعة 35، دي اعلى فريكوانسي عندها، فاذا سرعة 35 كيلومتر بالار دي اللي ليها ايه اكتر فريكوانسي، اكتر سرعات عدد موجودة. الميديان هتيجي عند 50% هنا، 50% من الكوميوليتيف برسنتج ديستريبيوشن، تخبط في الكيرف تنزل تجيب رقم، ده بيعبر لي ايه عن الميديان. الميديان هنا طلع لي ايه ب 34.5، دي السرعة اللي هي المتوسطة. اخر حاجة البيس، احنا اتفقنا ان البيس دي انا دي بتكون ان انا خلاص انت جبت اكتر سرعة متكررة اللي هي 35 من رينج 10 كيلو منها، فقلت من 30 ل 40 بس كده. وشكرا جدا لاستماعكم.